خلق فسوى وقدر فهدى وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. جعل الزواج من أجل النعم على العباد وجعله اطمئنانا واستقرارا للنفوس، فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، نجتمع في هذا المكان العامر ونجتمع في هذا الزمان المبارك ونحن في زمن عظيم مبارك ودعنا فيه أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ودعنا العشر الأول من شهر ذي الحجة والتي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أفضل من العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ثم جاء عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك، جاء عيد الأضحى المبارك، ورأينا الحجيج وهم واقفون على صعيد جبل عرفات ينادون ربا واحدا ويرتدون زيا واحدا ويتكلمون بدعاء واحد، مهما اختلفت الأجناس والألوان إلا أن الله سبحانه وتعالى وحد كلمتهم ووحد دعاءهم، فكلهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. جاء عيد الأضحى المبارك ورأينا المغفرة التي تنزلت على عباد الله في هذا اليوم الطيب المبارك. وها نحن أيها الإخوة الأحباب في أيام تسمى بأيام التشريق، وهي الأيام المباركات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينما سئل: ماذا نفعل يا رسول الله في أيام التشريق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العج والثج وذكر الله. صلوا على سيدنا رسول الله، صلوا على سيدنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: ماذا نفعل في أيام التشريق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
العج والثج وذكر الله. أما العج فهو التلبية ورفع الصوت بالتلبية وبالنداء إلى الله عز وجل. وأما الثج فهو إسالة دماء الأضحية وإراقة دماء الأضاحي في هذه الأيام المباركات، ثم يأتي بعد ذلك ذكر الله عز وجل. العج والثج وذكر الله. فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نستغل هذه الأيام المباركات وتلك النفحات التي تتنزل على العباد من رب الأرض والسماوات. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا إلى أن نستغل هذه الأيام في الدعاء إلى الله عز وجل وفي ذكر الله عز وجل، وأن ندعو الله عز وجل أن نقف جميعا على صعيد جبل عرفات، وأن نسعى بين الصفا والمروة، وأن نطوف حول الكعبة، وأن نشرب من ماء زمزم ثم نذهب، أو تذهب القلوب والأرواح إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارتنا إلى سيدنا رسول الله. ولذلك حينما ذهب الإمام أحمد أبو هاشم عم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، حينما وقف عمه أمام روضة النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: نظرت إلى قبر الحبيب فهالني، نظرت إلى قبر الحبيب فهالني نور بدا من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان الجدار منورا ما بال القبر، ما بال من به. فادعوا الله عز وجل أن تكونوا من الذين يقفون على صعيد جبل عرفات، وأن نكثر من الذكر والتلاوة والاستغفار والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله حتى يرفع الله عز وجل عنا الهم والغم، حتى يرفع الله عنا البلاء والوباء والغلاء. لذلك قال سيدنا أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك. صلوا على سيدنا رسول الله. شوف بركة الصلاة على سيدنا رسول الله. أكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله. يقول سيدنا أبي: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، أفأجعل ثلث دعائي لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال سيدنا أبي: يا رسول الله، أأجعل نصف دعائي لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال سيدنا أبي: يا رسول الله، أأجعل ثلثي دعائي لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير. قال النبي، قال سيدنا أبي: يا رسول الله، أأجعل دعائي كله لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. فأكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله.
دخل عليه سيدنا أنس المسجد وكانت ليلة ظلماء، فدخل سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه وأحس برسول الله في السجود. رسول الله ساجد في هذه الليلة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدخل سيدنا أنس وأخذ ينتظر النبي حتى يفرغ من سجوده، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في سجوده، فإذا بسيدنا أنس يحرك قدم رسول الله فتحرك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من سجوده وينظر إلى سيدنا أنس ويقول له: يا أنس، أظننت أن الله قد قبض نفسي؟ قال: نعم يا رسول الله، والله ظننت أن الله قد قبض نفسك، فخفت عليك وعلى الأمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أنس، جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت شكرا لله رب العالمين. تلك هي استغلال الفرص واستغلال الأزمنة واستغلال الأمكنة في الدعاء إلى الله عز وجل. وحينما تدعو ربك ابدأ بالصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله، وانتهي بالصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل الرجل، تعجل. قيل: كيف تعجل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بالصلاة والتسليم عليه. يبدأ بالصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله، ثم يختم بالصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا في كتب الرقائق والزهد أن رجلا ذهب إلى الحج وإلى حج بيت الله الحرام هو ووالده، فلما أن طاف بالبيت الحرام إذا بوالده يتعب وتأتيه سكرات الموت، ثم ما يلبث أن تقبض روحه ويموت الأب، فينظر الابن إلى وجه أبيه فيرى سوادا في وجه أبيه، ثم بعد ذلك يبكي بكاء شديدا على والده. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي غير وجه أبي؟ ثم يبكي بكاء شديدا حتى تأخذه سنة من النوم فينام فيرى في المنام أن رجلا يرتدي لباسا أبيض ويدخل على والده ويمر بيده على وجه أبيه فينقلب السواد إلى بياض، ثم يستيقظ فيجد وجه أبيه قد تغير من السواد إلى البياض، ثم ينظر وهو نائم ما زال في منامه يتعلق بتلابيب ثوب هذا الرجل ويقول له: من أنت يرحمك الله؟ فقال له: ألا تعرفني؟ قال: لا والله. قال: أنا أحمد بن عبد الله، أنا رسول الله، إن أباك كان يكثر من الذنوب والخطايا ولكنه كان يكثر من الصلاة والتسليم علي، وأنا الغياث
وأنا الغياس لمن أكثر الصلاة والتسليم علي. فيستيقظ من منامه فيجد وجه أبيه قد تحول إلى البياض ببركة الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، إننا في هذه الليلة المباركة نجتمع فيها لنستمع إلى القرآن الكريم. جئنا في هذه الليلة المباركة لنشهد ولنتمم عقد قران الأستاذ خلف الله أحمد محمد خلف الله على كريمة الحاج محمود محمد خلف الله آل خلف الله بالعليمات الغربية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة الأحباب، حينما ننظر إلى الزواج وإلى سنة الزواج نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من سنتنا النكاح، وإن من سنتنا النكاح، فهي سنة الأنبياء وسنة المرسلين، وهي الفطرة التي هذبها الإسلام ونظمها ديننا وشريعتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ورسالة إلى شبابنا، ادعو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يرزقك بالزوجة الصالحة التي تعينك على دينك ودنياك، التي تعينك على دينك ودنياك. استعينوا بالله عز وجل وادعوا الله عز وجل في هذه الأيام المباركات أن يحصن شبابنا وشباب المسلمين، وأن يحصن نساءنا ونساء المسلمين. ولكننا يجب علينا أيها الإخوة الأحباب أن نرحم شبابنا وأن نرحم فتياتنا، فلا نغلي المهور ولا نرفع المهور، إنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثركن بركة أخفكن مؤنة، وهكذا كان نبينا وأصحاب سيدنا رسول الله، وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا، كانوا يتقون الله في الشباب ويتقون الله في الفتيات. ونحن في أيام امتلئت بالغلاء والوباء والبلاء، ما أحوجنا أن نسهل الطريق في دين الله عز وجل على شبابنا وعلى فتياتنا. واختر التي ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ترضي الله والتي ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، في يوم من الأيام صلوا على سيدنا رسول الله، في واحد كده بيوصي واحد فبيقول له ايه: اختر من النساء ست، يعني ست صفات تختارهم من النساء، ما تختارهمش، لا ما تختارهمش، لا ست، ده الأربع اللي قال عليهم النبي: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فظفر بذات دينك وجدك. لكن الستة دول ما تاخدهم، تمام، ودور على حالك. أنا ونقول لك دلوقتي كده هنشوف، تشوف كل واحد يشوف ربنا ابتلاه ولا ما ابتلاهوش. في الأنانة والمنانة والحنانة والشداقة والبراقة والحداقة. الأنانة دائما وأبدا تئن في بيته، كل ما تعمل حاجة في البيت تئن،
ما فيش اي حاجة في البيت الا وتئن، فربنا سبحانه وتعالى يبعدكم عنها. دي الأنانة. المنانة هي التي تمن على زوجها، تلقاها دائما وابدا كده ايه، لو ربنا كرمها حتى بربع جرام تقول له والله ما في حاجة عدلت الدنيا معانا غير اللي خدته من ابويا، تلقاها تمن سبحان الله. الثالثة تحن، الحنان، وكأنه الراجل بإيه؟ بيقول له خلي بالك، دائما خليك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن بكرا، يعني دائما وأبدا. ليه؟ لأنه دكة ممكن تحن. تمام. ولذلك في يوم من الأيام واحد اتجوز واحدة، فعم الشيخ محمود أول ما اتجوز الواحدة لقي ثلاث عمم، ثلاث عمم قاعدين على السرير، فقالت له ايه ده؟ قال لها دي العمة. قالت له دي العمة بتاعت زوجي الأول اللي مات حريق، مات محروق. الثاني العمة الثانية دي زوجي الذي مات غريقا. الثالث زوجي الثالث التي الذي سقط من فوق. تمام. راح هو الرجل واخدها باختصار وراح قالع العمة وراح سندها جنبيهم. قالت له رايح فين؟ قال لها إن سألك أحد علي فقولي هذه عمة زوجي الذي خرج ولم يعد. تمام. يبقى الأنانة، المنانة، الحنانة، الشداقة. الشداقة دي الصرصارة، تحكي كثير، ربنا يكفينا ويكفيكم شر الحكاية. تمام. الصرصارة، الشداقة اللي هي الصرصارة، الشداقة هي الصرصارة. الحداقة هي اللي دائما وأبدا تلقاها تبص على كل حاجة، فيش حاجة مالية بطنها ولا عينها أبدا سبحان الله. بعد كده البراقة اللي هي دائما وأبدا ما معهاش إلا وش، كلها بابا يمين وشمال يمين وشمال، فربنا يكفينا ويكفيكم شر الستة دول. لكن لو اتورط ووقع سد يا بطل، وربنا موجود إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، ليلة مباركة وفي ليالي طيبة مباركة، ندعو الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يخرج من أصلابهما من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الآن فمع القرآن الكريم، دستور الأمة ومنهج حياتها. القرآن الذي قال فيه القائل كل البلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن، ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان، ما الكون كل الكون من إنس ومن جن إذا اجتمعوا هنا في آن، من يستطيع أن يصيغ آي كآي الذكر والتبيان، لا سفر في طول البلاد وعرضها إلا ونالته يد العدوان، إلا كتاب الله فهو مقدس يحمي حماه بارئ الأكوان. ومن حسن قالعنا أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة علم من أعلام التلاوة في سماء العالم الإسلامي الكبير، والذي أكرم كرما عظيما ببركة القرآن الكريم، فأصبح صوته في أصوات الخالدين في إذاعة القرآن الكريم. ومن حسن الطالع أنه أول أمسية تذاع له إن شاء الله في إذاعة القرآن الكريم كانت من مسجد سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، فكانت فاتحة خير عليه، وإن شاء الله يكرمه الله عز وجل بمساجد آل بيت سيدنا رسول الله، فيرفع فيها القرآن ويكون من الذين أحبهم الله وأحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وندعو الله أن يبارك فيه وفي عقبه
وأن يكرمه الله عز وجل بكرامة القرآن الكريم، وأن يجعله من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة، حتى يأتي يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فمع قارئ العالم الإسلامي الكبير، قارئ الإذاعة والتلفزيون، فضيلة مولانا الشيخ محمود سلمان الحلفاوي، فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله.